أنتن في بنت الفم. ساعة من زمان انتم اللي تكلمونا تكونوا موجودين معنا من خلال تجربكم، حاجة عشتوهم، حاجة تعديتوا بيهم، ذكرياتكم. حابين نحكيوا اليوم على القرارات اللي تاخوهم ومن بعد تكتشف اللي انت ممكن ماشي في ثنية غالطة، ولا تحاتيت في ثنية غالطة، ولا تلقى روحك معناتها في مأزق. كيفاش باش سمعت مأزق انت ولا تلقى روحك معناتها في ثنية غالطة؟ كيما أميرة 30 سنة من المنسير. مرحبا أميرة. السلام عليكم. شحوا الكاميرا. الحمد لله، لبستوا بلبس عليكم. الحمد لله يا أميرة. نبدأ من الأول، نرجعوا للبدايات كيف ما نقولوا. نسخيبروا وإحنا نعيشوا في قصة مزيانة، ولا في اللحظة دي كانت قصة مزيانة؟ هي الحقيقة من الأول ما كانتش قصة، كانت كم فغزاغ. أنا راني في الشارع، ما نمزت كي قصيتها مع غلاشون طويلة برشا. حاجتي نقوله يا ربي أبعث لي شكون مش من بلادي، مش من لونتوراج بتاعي، راني نحب نحكي. وجيت ولا بيرسون هذيك وحكيت، ما خليت ما حكيت. عدينا أربع شهور وديتنا أول الكونفينمون. إيه كيفاش وصلتوا لبعضكم بالزهر؟ كيفاش هكا؟ احنا نعرفوا بعضنا، عندنا بيريود معناتها أني على الفيسبوك، عندنا دوبي إكس تون عرفت برشا برشا، وجوست أصحاب من البعيد من البعيد، فهمت؟ عيدك مبروك، كل عام صحة بخير، حد غاديك، فهمت الحكاية؟ ما عمرها ما تطورت. قبلنا اون سول فوا في بلادي، هو جاي عنده شكون لهنا في بلادي، جاي تقبلنا تحكي لي باركور حياته، وحكيت له شنو باش نعمل، راهي خطبتي في الصيف وكل دوبوي قعدنا سنين ما تقابلناش. كان تغازر جاي هو البيريود هذيك، انا نهارتها نهار يعلم بيا كان ربي جاي لبلادي. انا مروحه وهو شايفني، بعث لي ميساج قال لي انت توي كاريتك هكا وهكا، قلت له انا اي انا هي، قال لي مروحه، قلت له انا، قال لي ما جيتش نعدي فاكونس لهنا وكما هي، قلت له نورتها والكوليكا اوكي. انا نحكي قلت له اسمعني، انا راني تويكا باش نتزكتيفي فيسبوك هذا، راهي صارت لي عندي دي بروبليم، كنت حاب تحكي معايا ابعث لي ميساج على كونت جديد. دو سكوند انا ديزكتيفي الكونت هذاك، ما صبرش معناها. اي دوبوي هو فهم الطرمود اللي أنا ظاهرك أستاتويت اللي أنا وقتها دجا قصيتها، وقلت دينا نحكي وشنو دي صار لك. حكيت له اللي ما حكيتوش البابا وامي، حكيت له الكويزين انتغن شنو اللي وجعني، شنو اللي خليني نقص غلايسون بعد ست سنين، شنو اللي مانيش مرتاحه فيه، شنو انا كنت نستنى، وشنو اللي بيخسن هذيك عمل معايا وكل ما غيرك، ما كانت حاجه خايبه، مي افوغ تعبت تصير له غسرات. قلت له راني ما نجمش نكمل، حكيت له كل شيء. في لحظه ضعف ماذا بيك معناتها اللي في قلبك تقول وكل معناتها؟ انا قلت لك نطلب من ربي، نقول له يا ربي ابعث لي عبد اللي يجيب عليا حكايه واللي يهز عليا حكايه، نحب نحكي له خاطر انا لازمني نحكي. وبعثوا لي هو مش نكذب بحرة أربع شهور نبقينا أصحاب نحكي في ليلة من الليالي. قال لي أنا راني سابون، قلت له أنا زدرني نحس في حاجة عاودة تحاك فيا. وقال لي هنا مع بعضنا، قلت له هنا مع بعضنا وتجي بطبيعتها يا نعمان ليني محليها هكا. هو في بلاد وانا في بلاد، تقابلنا بعد بريود طويله كانت الدنيا مسكره والكوديكا محلينا ما نعرف شنو، نحس في حاجات ماهمش صافا. وانا وقتها الحقيقه ما بين القديم وما بين الجديد، وخفت نظلم ولد الناس معايا، وديجا قلت غير وخفت نطلع ظلمته معايا، ومازلت ما ثنيتش الصفحه معناها. والحقيقة شاك فوا نحس لي خاطر أنا نعطي 100% في أي حكاية، راني نعطي 100%، نعطي مني من طاقتي من محبتي من نكون بخيزون في النهار وفي دنيتو وفي مشاكل وفي اللي تحبوا أنت الكل، ونحب نبدأ بخيزون. كهو كهو منعش كيكا نتعاركوا على شوية على الطبيعة منعش نوا وتيت جيت شيفنا با وبا قال لي يظلمك يا ما تشوف شنو يظلم حاجة مش سيريوز، ما يقول لي رأي هكا الطفلة هذيك راني حاجتي بها. وقال لي ما نمنش انت تمام منت، وخاطر بتاتي كنت عايشة حاجة خايبة، انا راني ما نمنش الحقيقة. انا وقتها ما عرف اللي هو ما هوش كفاب، ومن حديث ومن برشا حاجات تحكيهم ما كانش عندي فيه كونفيونس انه باش يجي يقول با هكا وهكا. بقيت متبدله 3-4 ايام، جاي قابلته لهنا، بقيت متبدله 3-4 ايام. شبيك يا خو شبيك؟ قلت له راهو هكا وهكا، وراهو شايفنا، وراني ما نجمش نكمل، راني عندي دي بروبليم. باهي علق التليفون اي دوبوي، قعدنا اشهر ما نحكيوش. قال لي بعتني بالرخيص وكا ولحا، معناتها الحقيقه انا وقتها غالطه، خاطر قال لي هو شنو قال لي بعديك، انا لقيت روحي صحيحه. انا باش ننصح نصيحه لعبد تسمع فينا، احساس كلول
احساس كلو تبعو اي سمح لي تهو ما عندك كي ما تخموندي كي ما حبش ما يعمل خطوه ما قلتلوش انا إيه؟ انا راني ما قلتلوش في نور ما اشتيتها تكون من عنده حبيتها كي هو حبيتها تكون دو سابار ما صارش هذاك كي هو ما عملش خطوه في اللحظه ذيك وبعد ومشي دونك اوتوماتيكمون تفهم لي ماشي حاجه سيريوز ولا الانسان هذا ماهوش دو موان سيريو هو قال لي كيف تبدلت ثلاث ايام وما حبيتش تحكي لي قلت له ما حبيتش نورات ما حبيتش نحط قدام الامر الواقع وهو فهم بالغلط وبعدنا وما يسالش لهنا انا اعطيته الحق راني بقيت عايشه بالذنب اشهر مشي اشهر ومشي امشي اشهر رجع الكونتاكت انا ما بقيت شك فوا ما حسيت روحي انا غلط خاطر انا بحصرني وما نجمش انا طبيعتي خايبه في حاجات ما نجمش نطلب من عبد يجي اعمل لي ويجي يدني صحيح كان هو يحب تو يجي انا هكاك معناتها وما حكيش جمله ما عمره ما حلو سوجي نجيش انا تو دنكو عبد حياتي وصباح كيفاش نفطر نقول له اجا اخطب واجا ما نجمش وهذه مشكلتي معاه للي وفات الحكايه تاع نوصلوا لها بطبيعتنا هكا هو هزيت قلت لك بعيدنا انا بقيت في العيد ما يتعم وقتها ما تفكرها بتستنكر كلمته في التليفون هو ما تغشش عليا هو اللي ما تغش عليا خاطر انا وفيت هكاك وانا عطيته الحق ولليوم عطيته الحق في حاجه هكا هو شئت الصدفه رجعنا نحكي عرفني انا عندي شكون وصاحبت شكون حسيت الحقيقه الراجل كي يحس المراه عندها شكون لا مش الراجل تعرف لا تعرف شنو هي مشكله الراجل وقت اللي يحس الانسان هذاك قاعد يخسر فيه وقت يقول تيا اكزاكتومون هذاك هو اللي صار كاينك حاضر معانا كلمته مره نتفكرها نبكي بالشهقه قلت له راني انا هذايا اللي معاه راني مانيش نطول معاه خاطر ظاهر طبيعنا ما تركبش وانا راني ما نحبش نحس روحي نعم في حاجه غالطه ابعدني قال لي يمكن نخزر لك في عينك ونحسك انت بالحق تحب تبعد طلبني ابل فيديو قال لي نبعد وقلت له اي ما عادش نحبك تحكي معايا انا الحقيقه كانت عنده بلاصه في قلبي ما ضرنيش الوقتها ما ضرنيش ويا سيدك ما قصينيش كونتاكت امشي يا زمان وجزمان بقينا تريد هذيك الكل نحكي وميلاني صاحبته أصحاب خاطر احنا بدون انا كي حكيت له هذاك حكيت له برشا حاجات على روحي حكيتهم له احنا أصحاب انا في علاقتي ما نخسرش العبي ما عمري ما خرجت من علاقة وانا خاسرة لا صاحبة لا حتى شيء معناتها ديما نخليك الحكاية اللي نجم نكملوا بها حتى كان مش كيما كنا فهمت هكا وبقات الحكاية هكا جاء لبلادي انا قاعدة وهو جاء مرة حسيت كأنه ما تبدل حتى شيء كأنه ما بعدني حسيت لا بخسن هذيك مزيد يحب فيا وحقيقة قدرتها من عنده الحكاية هذيك وما رجعنيش المرة هذيك مرة أخرى أنا كلمني قال لي خلود نخرج نعمل قهوة قلت له بيهي أوكي نخرج وما عندي حتى مشكلة خرجنا حكينا ما بعدنيش كأنه نهرب بعيني وهو يهرب بعيني كأنه ما بعدنيش كأنه بالحق ما بعدنيش معناتها ما زال القلب يدق وما زال كأنه ما بعدنيش أنا شد دموعي حسيت روحي غلطت في حق لبيخسان هذيك شد دموعي عرفت وما خيبوا الإحساس أنا ما نحب نظلم حد تفهمنا بعضنا اللي احنا ما زلت فما حاجات معناتها نحسوها تجاه بعضنا شا عملنا بعد بارك هك باش تفهم كي خرجنا الخرجة هذيك كرا واحد قلت له أنا راني منش ميل نعمل هكا وما نخرجش معها ما وفيت الحكاية وما عشنية قيش كون قالوا فيت ما تفكر هكي ما عندي تو أرجعنا روحت لأمي قلت لها رو هكا وهكا وراني أبرمو مكتوبي هذا ورو هكا ما صار وهكا ما صار وهكا ما صار كهو قلت لي ما اسمعني شوف روحك ورانا لينا قاعدة باش نحكي صدقني من المقابلة هذيك وكما أي أم ما تمرش فيا فيش حكيت وفي ما مش نكذب عليك تقوليش عندوش ما عندوش اش ناويش مش ناوي ما نعرف عليه حتى شيء ما يحكيش نحس فما حاجة أنا إلى يومنا هذا أنا ما نحس فما حاجة في الماضي متاعي ولك عرفتك عبد لك عود بلي الإنسان هذا مازال موجود في حياتك ولا ما عادش موجود هاو مازال كي ما عادش موجود وكي باش نقول لك كيفاش تتصدم ما لا قولي خلنا تصدم قولي بردنا وسخنا وقلت له اش بيك قلت له اسمعني راني عندي ضغوطات من دارنا رايك اي كيستيون تسالني ما راني ما نعرفش نجاوبها
لا نعرف بروجرامك وقتاش باش تخطب، لا نعرف بروجرامك وقتاش باش تعرض، لا نعرف بروجرامك كيفاه عليه لا حاجه. اعطيني دي ريبونس وانا نمشي بهم. كي نقول لك لي على حاجه وقتها حسب خاطرني انا دوجور راني ما نطلبش. وراني علاش قصيتها المره الاولى؟ قصيتها خاطر عرفت كان باش نقول لك اعمل هكا وهكا راك ماكش باش تعمل. احكي لي شنو صار باش بعتوا على بعضكم؟ قال لي دقيقه بقى لي لا ظلمتني وانت غلطه. وكي قلت لي وقتها راني كلمت بكره وما صارش هذا الكل. هيا سيدك ليلة من الليالي ببدي لمحت 70,000 مرة. أنا نحشم باش نجبد توكو لمحت 70,000 مرة. ليلة من الليالي قعدنا سهرنا ويكاند حكي ليها وش باش نعملها وبروغراميها ومدجنيها ومدجنيها. يا بنت الناس يساعدك. قلت له أنا قلت لك عطيني دي غيبونس، ما قلت لك باش ندبر عليك وراني شريتك. راني شارية التكالي باش تعملوا مبروك. مرة أخرى حكينا بنت الناس راهو هاي قل لي يخي شو صار هاي شو وقتي تهاي السسبانس عملتولي. لما وصلنا وصلنا لقبل رمضاء فهمنا في على أساس باش يكلم الضاء. كل مرة هو مهتر فيا يكذبني يقول لي ليه ما قلت لك شاكة لي انت فهمتني بالغلط. قلت له يا فلان اخي احنا مش تفهمنا النورمال، راني عندي ضغط من فني. راهو اخر مره كي جيت راهم شافونا مع بعضنا وراهم مشاو لبا وراهو انا صايرت لي مشاكل وانا وبا ما عادت لنا بيناتناش مشاكل. قال لي ليه ما تفهمنيش هكاك تفهمنا باش نعملوا تعارف في السيف. ليه قلت له ما تفهمنا تعارف في راس العام هكا انت قربت الدار انا راني مانيش كونتر جوست نحبك تمشي تكلم وبا. ما يطلبنيش ما يتفقدنيش. يا رب ثلاثة ايام نبعت له ميساج ما يحلوش. بدا ذيك الكل كتبدل الحقيقه. هزيت له تليفون قلت له راهو هكا وهكا. قال لي ليه مش على كيفك. قلت له كاز له تليفون. قال لي ليه امشي له وين يخدم. ليه هذاك محل نتاع رزق قابله في القهوه. لا 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 ما يجيش عيب. كل حاجه يطلع لي فيها نب. فهمت اللي فما حاجه ماهيش نورمال. يا فلان قلت له ترى فيها نورمال اللي قاعد تعمل فيها. راني كل حاجه نقولها لك تقول لي ليه. قال لي قلت له بي على خاطري اعمل هكا والباقي في عقل عقل عقلك. اي فورمير فيها فلوس وفيها عائلات وكل. اسمعني يسرى اسمعني اسمعني يسرى شوف معناتها الهم من هذا الكل وصحيح معناتها ساعات مش كل شيء يمشي كيف ما احنا نحبه والدنيا ساعات معناتها ما تمشيش معنا. لكن يظهر لي فهمت لي الانسان هذا ماهوش ناوي باش يبني حاجه معك. هذه في مرحله اولى. في مرحله ثانيه خنكمل جوز خنكمل خاطر فهم موجز الاخبار مدريد على خاطر يسكن في نعسين باش نروحوا بيه فهمتني. جوز خلنا حكايه ما خبيوش على المستمعين فهمتني. لامبورتون خاطر انت حكيت كراو على لازم زوز اجزاء معناتها لازمني نعمل زوز ميسيونيت وتبارك الله عليك وخاتي فهمت. دونك انت فهمت الانسان هذا اللي راهو ماهوش ناوي معناتها باش يمشي لقدام معاك. هذه دون باغ ونسين ماهوش فاهم روحه. هذه في مرحلة ثانية. في مرحلة ثالثة كونه الإنسان هذا ريال ما فهمش حاجة تخليه معناتها يقول تيا باش نكمل حياتي مع الإنسان هذا. جوز سامحني في العبارة بالنسبة لي هو أنت في المكتوب وموجودة في الجيب وهيك موجودة غادي وتو مبرولها المرة هذه بكلمة وتو المرة الجاية مبرولها بكلمة وكل شيء. فقداش ديمت الحكاية؟ ثلاثة سنين عامين عام خمسة قداش؟ طلبني في التليفون يقول لي ليه ها تبيعتي هذيك ما نطلبش. قداش دامت الحكاية؟ قداش دامت الحكاية؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين فوالا لامبورتون اللي فهمت روحك اللي انت ضيعت ثلاث سنين من وقتك واللي انت لا بروشين فوا لازم تعرف الانسان تحسوا اسكو هذا انسان نجم نبني مع حياتي ولا لا واسكو الانسان هذا مستعد هو باش يقوم بالخطوه الاولى ولا لا. فينالمون راهو ما يلزم حتى حد يلزم على الاخر عرس بيا ولا خوذني ولا اخطبني بالسيف. لا الحكايه تجي وحدها. يسرى ميرسي انفينيمون ومحليك يا يسرى وظهر فيك معناتها انسانه شهلوله وضحاكه ونتمنى لك كل الخير وكل الباهي. موجز الاخبار باش يكون من بعد لحظات مع مراد الدريدي. نسلم عليكم الناس كل نتقابلوا ان شاء الله غدوه في موعد جديد من بنت لي فيما.